الرحمن الرحيم. تنشكر الإخوة اللي وقفوا في هذه المبادرة هذه اليوم السبت 14 شهر 5 2022. تنشكر جمعية القصر الكلاوي بشراكة مع المستشفى الإقليمي بشراكة مع المندوبية ديال الإقليم ديال مدينة ميدلت. تنشكر السيد المندوب والسيد السيد المدير ديال المستشفى الإقليمي، وتنشكر السيد رئيس الجمعية الله يجازيه بخير، وتنشكر المحسنين بالدرجة الأولى الله يجازيهم بخير، وتنشكر الطبيب اللي جانا من مدينة الرشيدية باش يتعاون معنا باش يدير 6 ديال العمليات ديال زرع على القنصرة ديال القصر الكلاوي. تنشكره لأن أول تيدير ثاني عملية واقيلة تتقام في ميدلت. تنشكره هاد الناس اللي قاموا بهذه المبادرة هذه، وتنشكره السيد الحلوف في رئيس الجمعية، وتنشكره دوك الناس اللي جراو معنا من بعيد ومن قريب، تنشكرهم بزاف، وتنتمناو الشفاء العاجل لهاد المرضى ديال القصر الكلاوي ديال مدينة ميدلت. الله يشافيهم ويشافي جميع الناس، وتنتمناو تكرر هاد العملية هذه، ماشي غير أول عملية، تنتمناو تعاود تكرر، لأن الناس كنا كنلقاو صعوبات كنمشيو حتى للرباط باش غادي نديروا هذه العمليه هذه. وتنشكروا جميع اللي جا من قريب ومن بعيد باش تكون هذه المبادره هذه في ميدلت. الله يجازيهم. كنشكروا دوك الفراملية اللي كيقوموا بمجهود في ذاك السبيطار ديال المستشفى ديال الاقليم ديال مدينه ميدلت. واحد الاخت من الممرضات ديال الاقليم ديال مدينه ميدلت حاليا كاينه في البلوك مع الدكتور ومع الاخر، راه كاينين تما في البلوك كيقوموا بالعمليه. وتنشكرهم، تنشكروا كاع اللي كان من بعيد ومن قريب، راه تنشكروا جميع اللي كان، وكنشكروا حتى الطبيبه، ونشكروا جميع الناس كاع اللي قاموا بهذه العمليه هذه. الله يجازيهم بخير، الله يجازي الجميع. واسمحوا لنا الاخوان، الله يجازيكم بخير، شكرا، الله يجازيكم بخير. هذا اللي تشوفوا امامنا الان هو تيتسمى بالكاتيتير، هذا هو اللي خص المريض نهار فاش تيكون تيتزير قبل ما كيدير هذه العمليه هذه اللي كتشوفوا اللي كتقام حاليا في ميدلت. هذا هو الكاتيتر اللي كيركبوا له على ريتامه تتبرى له ديك العمليه، هنا من هنا تينفسوا المريض، من هنا تيديروا له تينفسوا المريض حتى تيبرى ريتامه تتبرى له ديك العمليه عاد تيبداو له ان شاء الله يصفي في اليد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يرحم الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي رئيس جمعيه ميدلت لمرضى القصور الكلاوي، بصفتي انا تنشكر السيد المندوب اللي سهل المأمورية ديال هاد العملية اللي قمنا بها، لا كومبان اللي قمنا بها في البلوك ديال المستشفى الإقليمي، باش ندير تقريبا 6 ديال العمليات قام بهم رئيس بيتو طبيب الفاسكولير جانا من الرشيدية. كان من قبل تنمشي وتلقاو صعوبات، تنديو المريض تضرب تقريبا 200 كيلومتر او 300 كيلومتر باش نمشيو حتى للرباط. الحمد لله دابا بعدا هما 6 ديال المرضى استافدوا، ياك المرضى الحمد لله استافدوا من هذه العمليه عوض باش يمشيو للرباط ولا الفاس ولا المكناس. سهل الله في هذه القضيه بالتنسيق مع السيد المندوب والسيد المدير المستشفى، فشكرا للجميع والاخوان كاع اللي ساهموا معنا في هذه العمليه باش بانجاح ديالها. بارك الله فيكم وبارك الله في الاخوان كاع اللي ساهم في هذا بعيد او قريب. شكرا للاخوان. الله كنشكر هاد الناس هادو، الله يجازيهم بخير، كنشكر هاد الجمعيه، وكنشكر الدكتور، وكنشكر كل شي المحسنين، كنشكر كاع اللي وقف معنا، الله يجازيهم بخير.